تحية طيبة. وسط هذا الضجيج الهائل في بلادنا راح تموت كثير أشياء، تفاصيل براعة ممكن أن تكون ذخيرتنا للمستقبل. اليوم راح أشوفكم فيديو لموهبة عراقية، برعم عراقي، بلبل عراقي، ممكن أن يكون فنان بالمستقبل استثنائي، ممكن أن يكون عالمي إذا اهتمينا به من الآن، اهتمينا بثقافته، اهتمينا علمناه هو شنو يمتلك من جوهره وشلون ممكن يطورها وينميها. شوف هذا الفيديو. أويت لك بنادي يا واحد حسابك لكون كوني لموت انخل غيره غير يا وحشتك فرغة الدين ابويا يا ابويا يا ابويا ساعتها لو طبعا هنا انا اوجه نداء لكل الشعب العراقي اللي يعرف هذا الطفل، عائلته، والده، امه، وابوه، يوصل لهم هذا الفيديو. وايضا اتمنى هذا الفيديو يعني يتفاعلون ويا اهل الاختصاص، الاستاذ علاء مجيد، الفنانين، الملحنين، الشعراء، الأساتذة في المدرسة. هذا الطفل يمتلك حنجرة كبيرة ويمتلك عقل كبير، لأن الميانات والعرب التي يعني أجاد بها في هذا المقطع القصير تنبئ بأن عقلا كبيرا لدى هذا الطفل، وعي بصوته وقدر على التحكم به. لذلك هذا يحتاج أن يتعلم من هسه، يتعلم هذا الموهبة ماذا تعني الصوت، يطلع على نماذج، يتعلم تذوق موسيقي، يطلع على نماذج موسيقية أخرى، ممكن يتعلم آلة، ممكن يكون عنده قدرة على التلحين، ممكن يكون كاظم ساهر ثاني، بس بعد ممكن تكون الموهبة أعلى ونكسب فنان للمستقبل. المواهب مثل هذه النادرة النفيسة يجب أن لا تمر مرور الكرام. هذه موهبة كبيرة وطفل رائع، ممكن أن يكون ذخيرة للمستقبل، ذخيرة فنية كبيرة يشار إليها بالبنان إذا ما تم الاهتمام به من الآن. وهي نصيحة لكل المعلمين والمدرسين، إذا لقيت طالب عنده موهبة أرجوك أن تهتم به، أرجوك أن تدعمه معنويا، أرجوك أن تطلع على نماذج، عن أن تلهب حماسه وتقول له صير صاحب رؤية للمستقبل واهتم بموهبتك وتعلم شنو تقدر عن هذا الاختصاص أو الموهبة، سواء كان فنان تشكيلي، ممثل، مغني، موسيقي. ساعده أن يخطو خطوات الأولى في تنمية موهبته، لأن المواهب ذخيرة مهمة جدا لأي مجتمع، وهي التي تتفاخر بها الأمم، وهي رصيد رأس المال البشري لأمة ما. تحياتي لكم، أخوكم علي خلف من كندا.